تخلصي في ميرنا. دابا المواطن حتى البيض وما طيش غلا عليه. الله يكون لك في العوان. علاش الله يكون لك في العوان؟ حيت الدواجن طالعه، اللحوم طالعه، فواكه طالعه، خضروات طالعه، الاسماك طالعه. هذا المواطن مسكين واش عنده الزياده في الخلصه؟ ما عندوش الزياده في الخلصه، خلصته هي. الدرويش بصراحه واكل الضغ وبزاف الحوت ما بقاش يقدر يشري، لان هذا الشيء راه راجع بزاف العوالم كما قلت لكم، راه كل شيء غلا، راه ماشي الحوت، راه كل شيء غلا. اللهم هذا ما كان. اللهم هذا ما كان. كنا باغيين غير 100 ريال 1000 فرنك، دابا وليتي كتزوق بواحد الحوت وانت غتخلي فيه، كتعبرو بواحد الثمن وانت كتبيعو بواحد الثمن وغتخلي فيه. حاجه اخرى كيطيح الله البركة بها. جزيل الشكر للمنبر اصوات على هذه الزياره، هذه نقطه تفريغ مدينه سهله. كما كنسمعوا كاملين وارتفاع سبب ارتفاع ثمن السمك، هذا كيرجع لبزاف العوامل. اول حاجه كاينه دابا فتره صيد سمك الاخطبوط، الفتره الصيفيه، الرطاله كتصيد جوج مرات في العام. الرطاله هي عندها اربعه الاسماء، البولبو بالفرونسي ولا بالانجلي، ازايز الناس الجنوب، وحنايا كنقولوا لها الرطاله، وهي اخطبوط باللغه العربيه. هذا من سبب احد عوامل ارتفاع سمك ارتفاع ثمن الاسماك، هو ان كاين اليوم واحد كاين في هذه الفتره الصيفيه كاين صيد سمك اخطبوط اللي كيتصيد بماتيريال مختلف على صيد السمك. ان الماتيريال صيد السمك مثلا بالشبك، اما البولبو كيتصيد مثلا بالقلات، فهمتيني؟ عنده ماتيريال مختلف، يعني البحر كيطلع الماتيريال الحوت وكيهبط الماتيريال تاع الرطاله. هذه اول حاجه، وكيستافد منها البحري مثلا في لاسينيسيس، الدوله كتقطع التيفيا. يعني هادو من العوامل اللي خلاو ان كاع البحريه كيلتجؤوا يمشيو يصيدوا سمك الاخطبوط، والثمن ديالو مطلوب، يعني لانه كيمشي للاكسبور، كيمشي للوزينات يتباع خارج ارض الوطن. هذه واحد العوامل. ثاني عامل هو انه ارتفاع البنزين، يعني ليسانس، انه البحري كياخذوا بثمنه، كيمشي للبومبا كيخلصوا بالثمن اللي كاين، يعني ما كاينش واحد التفاته ولا واحد الدعم، يعني كتاخذوا بثمنه ما كاينش، يعني اوتوماتيكمون غادي يجيبوها ليسانس خارج البحر بهذاك الثمن، راه حتى هو كيبيع لك الحوت تزيد في الثمن. هاد المواد الاوليه بحال الشبكه، بحال البلوم، بحال الصناره، حتى هما الثمن ديالهم زاد ارتفع. هادو من احد العوامل اللي خلاو الحوت غالي دابا. عاد زيد واحد النقطه مهمه هو ديال الناس مسافره، الناس مسافره ما كاينش الطلب، ضروري العرض تيكون كثير الحوت والثمن راه تيكون شويه مزايد. حقيقة حنا كنا دراويش تحت رحمة الله، هو الثمن الحوت كاين بعض أنواع الحوت بصراحة الثمن ديالهم غالي. هذا بس السردين وصل ل 20 درهم حتى ل 25 درهم بعض المناطق. السردين حنا كنا كنعرفوه هو سمك الفقراء، حنا كنا فقراء الحمد لله، غير هو راه 20 درهم راه غالي. السبب نرجعوا له هو أنا ذاك السيد البيع والشري، راه ماشي من عند البيع والشري، البيع والشري تا هو يا ربي عنده الميكا، عنده لاكلاص، عنده خدام، تا هو خاصو يا ربي كياخذ الشبكة مثلا. شحال هذه كانت الشبكة ديال السردين كتاخذ 150 درهم 200 درهم كتبيع بالفران هاك 2 كيلو ب 400، 2 كيلو ب 300. دابا لا، دابا راه يا ربي 400 ويا ربي تخرجك. يعني الدرويش بصراحه واكل الضغ وبزاف الحوت ما بقاش يقدر يشري، لان هذا الشيء راه راجع بزاف العوالم كما قلت لكم، راه كل شيء غلا، راه ماشي غير الحوت، راه كل شيء غلا، كل شيء اللي حطيتي يديك غاليه فيه، الدجاج غالي، اللحم غالي، راه الحوليه راكم عارفين عيد الاضحى داز، راه الناس راه تقصحات. والمسؤولين راه نطلبوا منكم انكم تلتفتوا لهذه الفئه. المغرب راه فيه طبقات، هالطبقة هذه راه وكلات الضق بزاف، الناس تيعرفوا مساكن ولاو تيعرفوا غير السرديل والشرن، ما كيعرفوا ميرنا، ما كيعرفوا كالامار، ما كيعرفوا كروفيت غريز، بزاف الانواع ما يعرفوش مساكن. علاش؟ جوج بحور، عندك 3500 كيلومتر مساحة بحرية، عندك بحر في محيط، بلادنا زينة، خاص المسؤولين تاهما يحسوا بهاد الناس هادو، لحقاش محتاجين لواحد الالتفاتة. سيدنا داير اللي عليه الله يطول عمره، حتى حنا نديرو يد في بعض ونزيدو. بلادنا كتزيان الحمد لله، كتزيان بنية تحتية، ولكن المعيشة راه غالية بزاف مقارنة مع أوروبا، راه المعيشة ديالنا راه غالية بزاف. محمد الملقب المرضي، تيمشيو عندي كاينة مراتي وبا عاد كناوني المرضي. السوق أخويا واحد النوع مسمينو شي بلاد مسميه زيز، شي بلاد اخرى مسميه بولبول، بلاد اخرى مسميه غوختوبول، الروطاله، حنا المغرب تنقولوا الروطاله. المهم الرخويات كاملين خدامين عليهم افريقيا اللون بالاج. علاش كيقول لك مواطن الحوت غلا؟ بغيت تعرف علاش غلا؟ حيت الناس عاطينهم راحه بلولوجيه بالفن. هذه كتسمى ما خصناش نتقلقوا من هذه اللحظه هذه، لا،
حيت لي جويف عارفين ريوسهم تبارك الله دايرين راحة بلولوجية بالفن، إلا قالوا لنا ريحوا ما تاخذوش هذا الحوت هذا وقروه ما غنديروش بريو. مني كيلا هنا كان واحد الحوت 120 درهم ولا 110 ولا غاديش نتقبلوها، اللهم كيوصلوها لنا بلومبالاج. لومبالاج شنو هو؟ هو واحد النوع كيسوى الثمن، البحريه كلهم كيمشيو لذاك الثمن، البحريه كاملين كيمشيو لذاك الثمن، حيت الحوت ساوي الثمن من 110 حتى 150 على حساب الدلاله نصيدو، حيت ساوي الثمن. ما غنمشيوش للميرنا والصول والباجور والشرغو والنبيره وحوت القشره ما غنمشيوش له، علاش؟ غنمشيو للي داير في الدلاله من 110 ل 150. مرحبا. عندو الشطون بالسمك. ديما الجوده والطراوه، غير يسالي لومبالاج وغيكون خير. راسي انا عندي اربعه د الوليدات تبارك الله، الا جيت ناخذ واحد النوع غناخذ منه 3 كيلو ولا 4 باش يشيط لوليداتي. ابراهيم. شحال واحد مسكين كيمشي للدار واخد من عندك كيلو ولا كيلو ونص، ملي كيمشي للدار كيبان له داكشي ما كافيش ما قادوش لا لوليداته ولا حتى بينه وبين نفسه، علاش لومبالاج غلى عندنا هادشي؟ وين الشينوا والجابون وكوريا واليابان غياخذوا رزقهم وغتسالي الكونترا هذا وغيمشيو، والحوت غيبقى عندنا بلادنا. ديك الساعة الخير موجود، القشرة النبيرة اللي عشق بنادم كاين موجود وغيكون الثمن منفس. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.